لكل مكان حكاية، وحكاية هذا المكان أنه كان قبل زمن ليس ببعيد مصنعاً للصابون لعائلة عرفات في البلدة القديمة في نابلس. رمم ليصبح مركزاً ثقافياً فنياً يحمل اسم مركز إحياء وتنمية التراث الثقافي. يضم المركز العديد من الأقسام، أهمها مكتبة الأطفال وحياكة السجاد وورشة السيراميك. وفي السيراميك لا شيء للبيع، فكل قطعة بالنسبة لنسرين عرفات هي جزء من حياتها. فكرت أبلش في النصب اللي كتير مهمة في نابلس زي برج الساعة، بلشت وأنوع كمان في القطع، عملت أربع قطع. في قطع أخذت 450 ساعة عمل، يعني ما يعادل شهرين أحياناً، فبصير في ارتباط بيني وبين القطعة بشكل مش طبيعي بصراحة. بحسهم أحياناً زي كأنهم أولادي، وصار يعني نهاية المشروع كأنه الولادة فعلاً للعمل. وكمان بحس إنه إذا أنا بدي أحول الفن لمادة رح يفقد كتير من قيمته. فيعني الفن غير بيكون لما يكون نابع من قلبك، غير عن ما أنت بتشتغلي لحتى تكسبي مادياً منه. من مصنع صابون إلى مركز ثقافي، تلك هي الحكاية. ولكن البلدة القديمة مليئة بالأبنية التي رممتها البلدية لأغراض سكنية أو استثمارية ضمن مشروع الترميم الذي بدأ قبل 20 عاماً للحفاظ على هوية ثقافية أصيلة. لأنه أنت لما ترسخي هاي الهوية الثقافية لدى السكان وتحافظي على السكان في مساكنهم، تثبتيهم في مساكنهم وتمكنيهم في مساكنهم في البلدة القديمة، البلدة القديمة رح تبقى حية، وبالتالي إحنا رح نحافظ على جذورنا وأصولنا. لا تزال أعمال الترميم في البلدة القديمة في نابلس جارية على قدم وساق، ففلسطينيتك لا تكمن في هويتك الخضراء، بل في مبان تعبق برائحة الماضي العريق. لتلفزيون جامعة بيرزيت، فانتي نشولي.